بس هذه يمشي حميد في الغرفة ثم يفتح الباب الخشبي المؤدي إلى الديوان. لقطة لحميد وهو يقرأ لتريك ويصعد إلى أعلى. تدخل إضاءة نضوء النهار من الديوان. هذا دولة بالبصائر اللي عيكوني قفطنا الحج حميد يقفرن على خبرة السدود الأراضي المشارف وادي المشارف وادي المجن وادي أي واحد من البصيرة في القرية يقرأ عليها فات مع الحج حميد. يا أخي جرول ما لا أكون بعد سيف أما أنا عيكوني سيف عقد الزواج رهي مرول انا دخلت الى عالمك وانا نشغت عالمك تخرق عالم الزجاج المخفي في اوساط المجتمع المرئي في تعايزي. شايفني شرير بس والله طيب قلبي يعني. اللي شايفني شرير يراجع حساباته. أكل الشيء الماضي يشفع لي إن أنا غلبان وضيعين. Take 61A, Sean 68.
انا خلاص طفيها خلاص. بطانية معي بطانية الحين انا عم جودي مشوي ها مضبي كلني حريد لا راح ازكى من امك يا هاجم 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 صور الكامل غير لي شو مقسم ولا شيء مضبيط يا يا استاذ والله اني بسرت الشوايه يعني المشكله راح تحكي شوي تسوي باقي بس معك قدام هناك ايوه ايوه بس والله حق الحق الحق لا عمل جميل طاقم أجمل تفاصيل في العمل رائعة والمخرج بالنسبة لي اشتغل على المشاعر وعلى المفردات الحالة والمشهد والضوء يعني متفائل جدا ربنا يوفق الجميع